خويا معك السي محمد. المهم راه حنا كنبيعوا الادوات المدرسيه، الثمن راه زوين، الثمن مناسب للعام، ماشي بحال العام اللي فات. العام اللي فات راه كان الثمن شويه زايد، الناس باقيين مستغلين الثمن، باقيين كيبيعوا به. حنا لا، حنا راه نقصنا الثمن هذا العام. بدا الدفتر، الدفتر ديال 50 ورقه دايرين لي حنا 70 ريال، باقي الناس تبيعوا ب 4 دراهم. ديال 100 دايرين لي 140، حنا 120. ديال 150 تيبيعوا 260، 220 باش نبيعوا هنا. ديال 300 تيبيعوا 300 دراهم، حنا دايرين لي 260. والادوات المدرسيه راه ناقصين الثمن. لا لا، السيلوات وخشي والقمور بيكار درهم. المهم النصائح اللي كنوجهو للناس، راه الثمن هاد العام راه ناقص. العام اللي فات كان الثمن زايد، وباقي الناس مستغلين وكيبيعوا به الثمن. الناس كتسول عاد بعدا تشري. حركة مزيانة العام. الناس دائما تتقدم لعندهم، راه مرادار دائما ما تيزيدو ما حاجة. كل الثمن مزيان، كل شيء ناضي مزيان. التثمينة مزيانة. ما شاء الله بائع المحافظ حبيب طاهر مقر فيلاج الرماني. خويا المحفظة في متناول الجميع، يعني محفظة يعني الأثمنة كتبدا من 30 درهم حتى 120 درهم، 150 درهم حسب الاستطاعة ديال الإنسان ديال المنطقة. عندنا محافظ زوينين في المستوى، محفظة اللي كتكمل العام كاينة 30 درهم، 40 درهم، 50 درهم، 60 درهم، 70 درهم، حتى 250 درهم على حساب الجيب ديال الانسان. كاين مسكين عنده ثلاثه د الوليدات، اربعه د الوليدات، كيجي مسكين راه الله يحسن ليه العون، عنده كسوه، عنده كشوبه، عنده كيجي عندنا مسكين من ناحيه الظروف والماده والوقت عيانه، ومنطقه راك عارف فيها حي والفلاحه ناقصه شويه، راه كتشوف تتعيا كدي مع 10 درهم 15 درهم حتى 20 درهم كاع بياسه مليحه اخويا. هذا ما كان النصائح اخويا، الانسان غير ما يزربش. الانسان الا كان يشري شكاره ب 50 درهم يشري شكاره ب 80 درهم، وغتكون الجوده يعني 50% على شكاره ديال 30 درهم. دي شكاره ب 30 درهم 50 درهم راه ما ديش لي حتى شهرين 3 شهور، دي شكاره ب 80 درهم دوز له العام. هذا ما كان اخويا، هذا هو النصيحه اللي، واللي بغى شي حاجه مرحبا راه يجي عندنا حنا نفيدو، واخا ما يشريش عندنا نعطيو نصيحه. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.